انا لو كنت رئيس وزراء، انا لو كنت رئيس وزراء العراق، وفد ابعث الى ايران اعزيهم، مو اكتب رساله، وفد ابعث وفد باسم الحكومه العراقيه الذهاب لتعزيتهم. ما بي شيء، احنا دوله جاره، تفهم شلون؟ حتى سيدي يؤمن انه انا مش عدو لايران، انا رجل عراقي وارفض التدخل الايراني والتركي في في العراق. انا ادعو بس يعني احنا المواطنين العراقيين. شيعه العراق، عرب العراق الاطحاء، جيد، بس اكو من احنا يرد ابناء عليك. اسمح لي اشارة استاذ احمد، العراق. استاذ احمد لا اسمح لي، يمكن ان نقبل بتدخل ايران او تركيا. اسمح لي استاذ احمد، هذا خط احمر. اسمح لي، سيد هاشم خليني يقبل امثل وجهة بتدخل نظر. ايران او عفوا ايراني؟ عفوا، مستحيل. المواطنين العراقيين الان لو يسمعوك يقولون احنا ما لنا دخل يا اخي، هو انضرب بايران شكو لا لا دادز، انا وفد واعزي واحسب نفسي حسبه اني جزء الامريكان يبان عليه، يقولون ها قلبتوا يا جماعه الخير، احنا نريد نمسك العصا من الوسط. استاذ احمد، استاذ احمد انا قرات قصه عن نور السعيد، فهمت كيف؟ وغير متاكد من صحه هذه القصه التاريخيه، انا حقيقه اشكك فيها، ولكن لا باس ان انقلها في طيب حلقتك للاستشهاد بهذه القصه. يقال ان نور السعيد حدثت مشكله بين العراق وايران، وكان من المراسيم الدخول على الشاه هو تقبيل يد الشاه، فيقال حينما دخل الباشا قبل يد الشاه، فسال السكرتير او المرافق له، قال له اقبل يد الشاه من اجل ان اجنب العراق خطر؟ لا بس سافعل ذلك. انا تاريخيا اشكك بصحه الروايه حقيقه، ولكن دعني اخذ من العبره. احنا لا بس احنا ان نحول العلاقات، انا دعوت الكاظمي اكثر من مره، ودعوت عادل عبد المهدي ان اقيموا يعني علاقات سويه مع ايران مبنيه على اتفاقات. احنا نحتاج ان بعد احنا هسه شو مسوين استاذ احمد؟ عفوا، احنا بعد هسه شو مسوين؟ ما عندنا اي اتفاقيه. شو ما عندنا اتفاقيات؟ احنا عندنا اتفاقيه ال 75. اسمعني يا احمد يا اخوي، اعطيني مجال زين. ادري كل هالاتفاقيات وهالكهرباء وهالغاز وطاب قاني وطالع قاني، وتقول لي ما عندي اتفاقيات؟ استاذ احمد، هذه ليست اتفاقيات، هذه عمليات تبادل تجاري، مذكرات تفاهم وتبادل تجاري. انا لم اتحدث في هذا الجانب، انا اتحدث في الجانب الامني الاستراتيجي السيادي، هذا المهم. احنا ايران متضررين منها امنيا مو تجاريا، بالعكس هي تجاريا خادمتنا يعني، جزاهم الله خير. بس انا اقول مثلا احنا عندنا مشكله المياه مع ايران، روافد نهر دجله التي حورتها ايران نهر الكرخه والكارون، فهمت؟ هذا احنا عندنا اتفاقيه وياهم بال 75 لم يلتزم بها الجانب العراقي، ولم يتحدث اي سياسي عراقي. هذا يحتاج الى اتفاقيه مثل ما نحتاج الى اتفاقيه مع تركيا. الموضوع العمق الامني، ترتيب الوجود الامني والعلاقه بين العسكريه بين العراق وايران تحتاج الى اتفاقيه. يعني هل نحن حلفاء؟ هل نحن مثل الاهواز خوزستان تابعه الى ايران حتى نرفع العلم ايران مثلا؟ احنا جيران ودوله منفصله مستقله، يجب ان تحدد ملامح العلاقه بين ايران والعراق. هذا العلاقه الروزخونيه وثقافه الحسينيات هي السياسه تحتاج الى بناء استراتيجيها، هذا علم منفصل يا سيدي. طيب فانا ادعو السيد الكاظمي، لا بس ان اعزي بفخر زاده، هو رجل عالم يعني كما قال السيد، وهو خساره بالنسبه لايران يعني، هو رجل علمي.